الفنانة المغربية بسمة بوسي تؤدي مناسك العمرة وفق توالدتها. وقبل المشاهدة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسي طريقة الفنان تامر حسني عن صورة جديدة لها مع والدتها أثناء أدائهما مناسك العمرة، حيث ظهرت بسمة بوسي ووالدتها من أمام الكعبة وهما يرتديان عباءات سوداء فضفاضة مع الحجاب خلال تأدية مناسك العمرة. هذا وقد نشرت بسمة بوسي الصورة عبر حسابها بموقع انستغرام معلقة: جمعة مباركة، أنا وماما في أحلى مكان في الدنيا، الحمد لله، ويا ربي ما تحرمش أي واحد منها. وظهرت بسمة والدتها في صور أمام الكعبة وصور أخرى داخل المسجد الحرام وهما يمسكان المصحف في يديهما. ويذكر أن بسمة بوسي أعلنت انفصالها رسميا عن زوجها الفنان تامر حسني، وذلك في 27 من شهر أبريل الماضي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي. وقد أكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على موقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حياة زوجية بينهما أصفت عن إنجاب 3 أطفال. وللإشارة قد أوضح تامر حسني عقب انفصاله عن بسمة بوسي أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لها على الرغم من الانفصال. وبالفعل استطاع الثنائي أن يحافظ على علاقتهما جيدة من أجل الأبناء. وللإشارة بأن بسمة بوسي لها خلاف بين المطرب السعودي محمد عبده إثر أداء الأخيرة أغنية الأماكن الخاصة بالمطرب السعودي دون إذنه. وقد صرحت المطربة المغربية بأنها تواجه مضايقات قضائية من قبل المطرب السعودي بعدما حقق ضدها دعوى قضائية وعقب في رسالة عبر الانستغرام.